المرأة كي تسكن فوق حماتها تولي هي والحماكل مقفول والكسكاس، واحدة تغلي من اللوطة وواحدة تفور من فوق، والراجل كي القفيلة محروق بيناتهم الزوز. صحيح صحيح، يبدا الراجل يويلو بين الوالدة بتاعو يويلو بين مرتو، معناتها يلزم يرضي هذه بغض هذه، ساعة ساعة ياخذ على خاطر وينزل على روحه، ساعة ساعة يجبد روحه يخليهم يتفاهموا يدبروا روسه من الليلة للليلة اللي جاية نفصلها. صحيح يا ما فما برشا مشاكل بين اللحمة والكنة، أما معناها في الأعظم كي تكون المفاهمة في الأول ما بين اللحمة والراجل تكون للعيشة سافا مثلا. معروف هذه من أول الدنيا مش جديدة بالنسبة للكنة ولا ما تهموش جمل. صحيح هذه صحيح، مي ثم روح علي يقول لك خذ بنات لصول لعل الزمان يطول. انا عندي الكنبه مسميتني نقول خذ بنات الوصول لعل الزمان يطول والفهم يفهم. كنتك تسكن بحذاك؟ اي تسكن بحذايا. باهي علاقتك بها؟ اه كنيس كنيس كنيس. علاش في تونس ديما الكنه والحماك القطوس والفار؟ ما هو كذاك من الاول السيس ماهوش باهي وما همش متفاهمين هذاك عليه، كان جو من الاول متفاهمين هي يلزم الولد لما حاله هو ياخذ كيف ما يحب هو، مثلا بشويه برضا اهله، فهمت؟ هذيك مكثرها هذيك المكثر كيفاش تدخل معناها بقوه كم قوامه رضيتوش بيا ها 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 هذيك. الراجل هناك يروح كل يوم يلقى مشكله بين حماته ومرته، كيفاش باش يعيش؟ تو من الاول معناتها يستحمل شويه، يستحمل يقوم معناتها يجي على روحه شويه، يولي يغيب ساعه ساعتين ومن بعد يبعد يرجع لجو صحابه، يولي يلجا لصحابه القدوم اللي قرا معاهم كل شيء، يولي يحكي لهم ويحاولوا يلقى معهم حل. الأكثر هي كيك. ما يندمش هنا الراجل اللي سكن مرته فوق دار أمه؟ سكن مرته الظروف حكمت، كان جا عنده الراجل كان جا عنده راهو سكن في شاتو في قصر في كذا، أما هذيك صاحبي الظروف حكمت باش يبني فوق دار الوالد باش يعيش وكيكا. تباه باش يحرق بيناتهم بين الأم ومرته، هما زوز معناها يكونوا هو زوز يحبهم سواء أمه سواء مرته. يجي بيناتهم من طرفين يلزم يكون عادل بيناتهم يكون متسامح، كي يسمع أمه ما يرجع لمرته كي يسمع مرته ما يرجع لأمه. يعني أي سبورة كحلة باش يفض؟ لا يكون بالتفاهم بالقدر، تكون الأم هي تحس معناها حماتها هي أمه أمها هي وهو كيف كيف، يلزم يكون عادل بيناتهم وكها. ما نراوش أنه غلطة أنه سكن مرته فوق دار أمه؟ علاش غلطة؟ بالعكس علاش غلطة؟ تسكن صحيح فوق أمه تكون متفاهمين تكون بالقدر، فهمتني؟ تنجم أمه هي فوق منها تكون عايشة معها كأمها فقط، حتى الأم كانت دخلت في أمور ولدها تعديلها كانت تحسها أمها وكها إنسان. يعني اللعنة مربوطة الحكاية بالكنة بالكنة تعرف إيش تصرف؟ لا بالطرفين، سواء الكنة تكون معناها تكون سياسيا تكون باهية تكون معها تحسها أمه هي أمها، خاطر هو يلزم ما يجيش يفرق ما ينجمش حتى كان باش يفرق أمه تجيش عيب معناها أمه، وهي كيف كيف الحماية يلزم تعدي تحسها بنتها. شنو رأيك في الكنة اللي ترضى رجلها ما يقبلش أمه وما عندهاش وين تمشي ونوصلوا نراهم في الشوارع في ديار العجز؟ لا عيب، هذيك تسمى مش بنت الأصل، الأصل ديما موجود، الأصل ديما مهما كان ومهما غلطت الأم ديما راي أمه، ما نجموش احنا خذينا الولد بأمه ما خذيناهوش وحده، فهمتني؟ يلزم نكونوا عادلين. حتى فما شكون يقول انه اللحمات تولي تركز مع الكنة على خاطر تغير تحس اخذت لها ولدها منها؟ صحيح، خاطر تحس ولدها مشى عليها، خاطر الام ديما ومعناها اللحمات تحس لي اخذت لها ولدها في كل شيء، والمراه زاده كيف كيف، حتى الكنة تقول معناها راجلي مشى عند امه، وهذيك العقليه احنا في التوانسه فهمتها. نهار اخر كي ولدك يعرس باش يتغير من كنتك؟ لا مستحيل. زعما؟ لا مستحيل، علاش؟ خاطر انت وتربيتك، بالعكس انا نفرح نحب حماتي وحماتي تحبني وهذيك الحيره، وديما راهي بعاركها بسياستها ديما ام راجلي. وكهو ميرسي بكم. تعدي لها وتعدي لك؟ نعدي لنا بعضنا، وما صاب كل طفله ولا كل امراه تعدي لحماتها، راه ديما وجه ربي فما موت في الحكايه. اللي سكن مرته فوق امه شنو هي الافير اللي عمله؟ ما عنده حتى افير، حرب ما تجيش ما من اول الدنيا راهي ما تركبش، من اول الدنيا مشكله اللحمة والكنة راهو ما يتفهموش مدى الحياه كما امريكا وفلسطين.
ثم شكون متفاهمين لكن قله قليله. باهي علاش الراجل يعرف انه تصير مشاكل ومع ذاك يسكن فوق دار ابوه فوق امه معناه؟ بالاخص تو الزز اقل كراهه تو 350 وين؟ في جياره ولا في بقعه واحد كل شيء ما نجمش يتاثر ولا يسكن غادي وتدخل به مشاكل. لكن فين المشاكل راهو مرات اللي شو صرفهم في الشارع يكروا له راه اما ينزل مر كم مره منه ما يغلب لك اعطيني نتاعك في الكراف في كل شيء وتقتل المشاكل منين؟ هذاك هو راهو الميموار نتاع المراه الكبير والرجل الكبير راهو نفس الميموار راهو نفس التفكير نفس كل كيف كيف المستوى 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 الثقافي عند الناس قبل راهو ثماش انترنت وتليفونات وواحد كل شيء واش بيه خرج تذيك واش بيه تخرج تو واش بيه تروح تو واش بيه كذا واش بيه كذا كان جامع والديه يا ويه كان جامع مرته يا ويحين معناها يهبط لوطه تشكيلهم يطلع الفوق تشكيل امراه وهو مسكين طالع هابط بالمشاكل. اي والاجرام هذايا صاير في تونس. في تونس توا تعرف 85% 89% المشاكل الاجتماعيه نتاع بين المراه والرجل والزوجه وبعد يقولوا الابناء اش بيه يزطر اش بيها الطفله كذا اش بيها الطفله تسهر اش بيها تروح مخ اش بيها كذا ما ثماش واحد توسيع البال باش يمشي جزئيات ما بين جزئين ما بين المراه والرجل. يعني بنيه صبيه كي تتخطب ما نلوموهاش كي تقول ما نسكنش حدا دار حماتي. ما هو السمع نتاع العائله تسمع شكون اللي رابح في الدنيا هذه في تونس؟ البكوش لا يسمع ولا يتكلم كيف كيف امام شوش علاش هو علاش هو تشرب بكوش ما يسمعش خاطر كان يسمع وما يتكلمش يموت بكاك شكون راهي ماتت معناها صافي هنا المشاكل هذه موجوده بارتو تعرف شكون كان في بلاد متقدمه برشا اما في افريقيا ولا في الجزائر ولا في المغرب هي راهي موجوده امام شوج علاش ما نحاولوش نبدلوا النظره اللي ماخذها المجتمع العربي بصفه عامه خاصه التونسي بين لحماه والكنا انها علاقه عدوانيه علاش ما تكونش علاقه حميميه؟ مش انت صنعتها ولا انا صنعتها ولا اي واحد صنعها من استقلال من قبل من قبل انا بابا ما خذاش بايو خاطر ثم مشاكل عائليه ما ياخذها فهمتني؟ ما انا ما خذاش رزق كما يحب هو كي امام شوز واحد بيع ما عرفش قداش واحد بيع بملايين امام شوز معناها ما ثماش مشاكل هذه راهي موجوده ما تحلش ما تحلش ما تحلش ما تحلتش فلسطين مشاكل بين حماه والكنا راهي ما تحلش كي اش تعمل كي يطيبوا لها الذهب وتنزل يطيبوا لها الذهب وتنزل يعني تشبع علاقه الكنا والحمايه بعلاقه اسرائيل وفلسطين يعني يقول عندي علاقة المحتل وعلاقة الاستيطان حرب حرب بين جزئين حرب حرب ما عندهم ما يتفهمون ما ثماش مفاهمة مقارنة ما بين الطرفين سواء الزوجة ولا سواء الكن فما اللي يقول لحماة تدخل برشا في كنتها على خاطر تحس بالغيرة تحس اللي المرأة خذت لها ولدها منها لا ثم أذكى على حسب ما نعرف لا فهمت ماذا بها تبعد وماذا بها الكلنا عندها والولد عندها والطاولة نتاعهم كبيرة مع بعضاهم ليه؟ ما هذا ما عادش يوقع في عهدي نمشي لحماتي ني من فوق وحماتي من لوطة ولادي عندها وني عندها الماكلة من فوق طابت الماكلة من لوطة تطلع ما عندناش هذا توالي توجي لذايا وش مش نقول لك خذ بنات لصول نعودها حتى للي نموت خذ بنات لصول على زمان يطول الراجل يغلط كي يسكن مرته بحذا أمه أكبر غلطة نقول لك أكبر غلطة فهمت أكبر غلطة اللي الولاد يسكن ويسكن هو بالذات يبقى هو بين نارين بالرسمي وربي يهدينا على بعضنا يهدي لحمي ويهدي الكنة وكهو تبدا الكنا والحمام متناقرين ديما والراجل مسكين يرضي مرته ويرضي امه ويواصلوا هكاكا ما يسخفهمش هذيك ما يسخفهاش راجلها والمراه الام ما يسخفهاش ولدها والله بالنسبه لتحدث لها في شخصي انا يغيبني ولدي يغيبني يبقى كل كوره اما واش نقول لك الولد اللي يمشي ويسكن بحذا امه ويمشي لمرته ما عادش يكلم امه ويستنى وقتاش امه تقول له هكا حتى قال كلمه يبغضها هذاك القلب يكبر على الولد تقول يا ليتني ما جبته فهمت؟ الام الام اللي حبلت والام اللي رضعت والام اللي جابت والام اللي كبرت والام اللي رضت ببي ومعناها بمعاها
فهمت، وما سلمتش على جاله هو، وين يجيب واحدة يعني نقول يجيب واحدة ما عادتش كان يميح لها هي ويستنى الأم وقتش تعمل الأقا، حتى مجرد كلمة يبغضها بالشهرين بالثلاثة بالعام بالعامين، هذيك هي اللي هذيك اللي تغيظ، وهذيك اللي نقول لك خذ بنات لصول على زمان يطول. نجم الحماوي الكنة يعيشوا مع بعضهم في دار واحدة أو واحدة تسكن فوق الأخرى ما تصيرش مشاكل؟ بيان سور مش ما يصيرش، وبرشا نعرفهم ساكنين ولاباس والحمد لله. لكن المعروف في المجتمع التونسي ماناش نشوهوا في سمعة الحماوي الكنة أنه أون جينيرال ديما الحما ما تحملش الكنة، الكنة ما تحملش الحما، علاش هالنظرة هذه؟ هذه يقول لك ما يتعاشروا اثنين كان ما يتيحد راك على واحد، يعني لازم واحد فيهم يكون معناها يطيح شوية، اللي هو شكون باش يطيح؟ مش يطيح الكنة بيان سور، خاطر الحما كبيرة في العمر باش تلقاه ديما تغير وديما درا شنو، ديما لازمها الكنة تعدي شوية. علاش الحما قلت تغير؟ بو مش كيستيون تغيير، ما تلقاها هذا فكت لي ولدي كي تلقاها عندها ولد واحد، كي تلقاها مثلا هاي لبست هاي عملت، معناها هكيك الله غالب غريزة هي موجودة يعني بين الراجل كي دل المرت وأمه تغير؟ فما نعرفهم يبدأوا يغيروا. وكي تبدو مش متفاهمين لحماء والكنة، الميسيو لهنا الراجل شنو دوره؟ يجي مع أمه ولا على مرته ولا شي يعمل؟ يكون محايد يهدي امه ويهدي مرته، خاطر كان مش يجي مع هذه ما تجيش، مش يجي هذه مع هذه ما تجي، الراجل لازم يكون محايد في الوسط، عنصر محايد. اسمه سياسه معينه. يعطيك الصح، سياسه ديمقراطيه معناها بيناتهم. المراه رايك تعيش مع راجلها، ماذا فيها تعيش على راحتها؟ مش كل مره تلقى حبيتها في وجهها، ماذا فيها تعيش على راحتها؟ تدور تلبس كيما تحب، تحكي كيما تحب، تستدعي اللي تحب عليه، حاجات نشوف المجتمع بتاعنا عادي. معناتها تدور من تقضي تفكر حاجه نسيت، مش كل مره من تعيش اليز فهمت سبونتاني، يعني كتظل هي وحماتها ما متحشمه يترشنيه ويعني هو فما شكون راوج، وبالعكس فما شكون راه كتب بوزيتيف يدوا مع بعضهم في تعاونوا في القضيه، يتعاونوا في الماكله، يعاولوا يخرجوا مع بعضهم، ينسقوا مع بعضهم، كل حد كيفه. اما احنا الشباب تو بصراحه كل حد يحب يعيش ترونكيل، ما يهمهاش فيها، نهار نتعشى كسكسي، نهار نتعشى بيتزا، نهار ما نتعشاش اموري. ناكل برا. بالضبط. ينجم لهنا الكنة تكون سياسية وتعرف كيفاش تاخذ حماتها وتفض المشكلة. اي فما تعتبرها كي بنتها وتضمها ليها وبنتي كيما تحبي وكان ما تحبيش تريني ما ترينيش، يعني فما كيك فما معناتها على خاطر اسمعني فهمت حاس معناتها تو كي لازم حياة تتواصل. كنا ومرأة وراجل ما فماش حل الثالث اللي الاكثريه يحطوه في مخاخهم باش نعاود من الصفر، انا بعد ما خطبت وعرست وسهرت وسهريه وين باش نعاود حياتي مره اخرى، هذه فكره لو حاليا منها نحاول نصلح نحاول نجبد نحاول كذا منا شويه ومنا شويه وترتوش وضحكه وابتسامه وتفرهيده وكذا خير من اللي باش نعاود من الاول لا, 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 لا الانسان ما يساعدوش الفشل في حياته. نقولوا مثلا الراجل حب يخرج مرته تتعشى لبرا خرجها، الأم تغير تقول شبي ما خرجنيش نتعشى، وكان يخرج امه معاها من المراه باش تفد تقول انا نحب ناخذ راحتي مع راجلي ونحب نحكي وهو مخرج امه معايا، شنو هو الحل؟ انا الراجل مسكين يخرج مرته ويخرج وياه وكل شيء ساعة ما كيف تفاتي فيها باس يخرجهم زوز مع بعض، يقول لك المره هذه نخرج انا والوالده بتاعي ونمشوا نخرجوا تواتي مره ترضيها وتسكتها بتبعتها لميمه حنينه فهمتني، ينزل وليدي اللي خديت المره هذه بخاطري وكل شيء صافا سي بون.